السلام عليكم، مرحبا. طبعا خطبة الجمعة يا جماعة أمانة، يمكن من فترة سمعتم وحتى في ساعات فترات سابقة أن تسمعون خطيب في صلاة الجمعة بدل ما يؤدي رسالته بأمانة وصر ويحافظ على أمن البلد ويبعد الناس من الفتن، لأن الفتنة تهلكه، أنه هو يكون سبب في أثارة الفتنة، يقدم طبق من الفتنة وسلاح للأعداء والخبثاء. يعني هاي شنو هدفه؟ شنو هدفه غير هدف خبيث ويكون هو تبع لجهات خبيثة اللي قاعد يحاولون؟ وللأسف وللأسف الأكبر أنه يحصلون مؤيدين من الناس، من المواطنين. يا أخي وين نحن؟ تركوا عنكم العاطفة يا جماعة، عن كل الأغلبية صار لهم مصالح، عند المصلحة لأن يفكرون في مصالحهم الشخصية وفي أعمالهم الخبيث ينسون كل شيء. شلون هي خطيب في صلاة الجمعة يسيء لأولياء أمورنا وانتو ساكتين؟ شلون يسيء للحكومة وانتو ساكتين؟ شلون يثير الفتنة وباشر يكون هو سبب في مس الأمن؟ وحتى يعني مس الأمن، يعني أمن البلد، من أمن بيتك، من خراب بيتك، وأنت اللي قاعد تأيده. يا جماعة هذين لازم يكونون مرفوضين منا إحنا كمواطنين قبل ما يكونون مرفوضين من الحكومة، لأن هاي الشخص مو بكفو، مو بكف، ولا إنه يستحق يكون في ذي المكانة. فيا جماعة اصحوا اصحوا، أنتوا قاعد تضرون روحكم، قاعد تساعدون عدانا، يعني شيء غريب. أنت تساعد على الأعداء علشان يسيئون أمن البلد، لأمن بيتك؟ اصحوا يا جماعة اصحوا، هذين لهم أهداف شخصية، أهداف خبيثة ولمصالحهم، مجموعات إرهابية. لا تنظرون للأشكال، للابتسامة والكلام الحلو، فكروا، كل واحد يفكر شنو هدف ذي الشخص باختصار. والله أعطيكم الصحة والعافية، واللهم أحفظ أولياء أمورنا وحكومتنا وأوطاننا، والله أحفظكم جميعا. شكرا.